الكرة الميرينجي كريم بنزيما، امشي كريم، كريم بنزيما، والتسديدة الأولى على علي الصامكر. زعيم العصابة ورأس هجوم الميرينجي 70 يتقدم عن طريق كريم بنزيما. حلوة يلعب الكرة 29 مرة تأهل، 6 مرات خرج، صلاح يخرج، كاسا، فينيسيوس، التمهيد والأحلى، مودريتش وفي خطر، يمشي مندي، حط الكرة مندي، مندي بالرأس، فينيسيوس جول. فرصة كبيرة للمرينجي، الريال كررها أفضل في بدايات المباراة. يلعب الكرة للريال في الدفاع، الليفر خطيرة يحاول، وين الهربة؟ حتى قدام راسه، ولعها ولعها، جول للمرينجي، 1-0 للمرينجي. جيبوا الحماية، جيب الحماية، جيب أوزان التركي، ضاع وسط الزحام، والبرازيلي لفلاش السهم، يهرب فينيسيو، يمشي بنزيما، حط الكرة ستار الثاني، يضرب الكرة والهدف الثاني ضاع. فينيسيوس 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 يسجل اشطر هدف في 20 عام، اليوم كاد يسجل. كروس، ماذا يفعل؟ فرصة والهدف الثاني، الهدف الثاني للريال. ما هذا على لونك الأبيض؟ ما هذا على سلطانك الأبيض؟ ما هذا على نجومك يا مدريد؟ الأبيض الملكي يمتلك البطولة، يمتلك التلك يا كباب. يا كباب، مش ممكن. فرصة عادي عادي في المعادي، تمشي كرة بالرأس، هاي العودة، هو كرة على خطأ، كرة على خطأ ضد كباك، خطأ على كباك الأول، قد يكون مفاجأة. ترجع بالرأس، خطيرة طبعا، 31 حسب له ماتش اليوم مؤقتا، خطيرة طريق ديوغو جوتا، جوتا 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 جوتا، مش ممكن. صلاح، وهدف، وهدف من محمد صلاح، هدف من صلاح، المطالبة بالأوفسايد، ننتظر الصورة، الفار سيؤكدها، هذا الأحمر غير عادي وصلاح استثنائي، هدف الأوروبي رقم 37 محمد صلاح في 5 الهدف، هدف التعادل. يضغط الكرة في دقيقتين جابوهم، يمشي أسينسيو، أسينسيو كريم، أسينسيو، أسينسيو، ما بنزيما، 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 والدفاع دين حلوة. صلاح، صلاح يعمل الثغرة، يوزع كورة، الرأس من التير، بالك من بنزيما، ماذا يعمل الدفاع؟ مش ممكن، وفرصة ضاعت على المرينجي. توني كروس رجل المباراة كاد يسجل الهدف الثالث، ماي كابيتانو، الكورة في الانطلاق، خطيرة العرضية، شوطة وجول، مش ممكن، مش ممكن، ما أنقذه من دي. ما انقذه مندي اكثر من رائع، المدافع الاصرار، يدخل مودريتش، خطيره، مودريتش خطيره، والهدف الثالث للريال مدريد، الترسيرو ديل مرينجي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ضاعت كوره الراس راس، وما يدريك لعلها لا تكون احلى باس، لعبت متوه الكوره مره اخرى، يمشي بكرة طويلة وبالرأس، ويني هربة الهربة 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 الهربة، والكرة بنزيما والهدف، يلعب الكرة صلاح، التمهيد على منطقة الجزاء، الكانتارا، ملا كرة، ملا كرة، ملا كرة، ملا كرة، ملا كرة، هذه ملعوبة، هذه بأمال العودة، هذه بأمال العودة، ولا كيري أرنولد، أرنولد عرضية، صلاح يبقى الأخطر والأهم، والكرة شاكيري، 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 والكرة ضرب تياغو باسور، يمرر الكرة صلاح، تمشي صلاح، شوت، رودري خلصها يا رودري، رودريجو، رودريجو لعبة خطيرة لبوروسيا دورتموند، والعودة الموفقة وخروج موفق من هنالك من ادرسون، يخرج الكرة لضربة مرمى، يقول حكم المباراة لصالح بيرينغهام. سلام، اول كره صعبه وخطيره لعناصر بوروسيا دورتموند، هي لا ولا تسديدة فودن دي بروين، ورياض، 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 وغول، با 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 با، اعطالك على طبق يا دي بروين في رمشتين في 4-1، فودن لرياض، ورياض لدي بروين، تمريره من ذهب لرياض ودي بروين، وغول، اي 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 سلام، تخطي تدفع ثمن غالي، دي بروين، دي بروين، ضرب الجزاء يحتسبها حكم المباراة لمانشستر سيتي، دورتموند خلاها لفودان، اوي اوي اوي.
حصن ويويو خطا من حسن حظك، من حسن حظك يا إيدرسون الحكم احتسب لك خطا، والا كان ويويو فودان للخلف كراوف يدخل باليمنى وباليسرى، رجع كره خطيره جريرو برناردو استلم برناردو رياض ريادوي هولان 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 فعلها النرويجي الغول سلو لعبة خطيرة، الكرة هذه لصالح عناصر دورتموند اللي فودان على الجهة اليمنى، فودان يدخل، فودان صعبة، فودان ووكر يبعد رياض ووكر الجهة اليمنى التغطية من فودان ولالا الموج بتسلل، الكرة صعبة جابريال فودان ليرو امرويس الدفاع خطير رودري جيبن دي بروين فودين هرب، فودين خلف، فودين راح، فودين والتوزيعة خطيرة من زوج لاعبين أمامه، مر فودين خلف، فودين أرضية، ما زال دي بروين يمر يدخل دي بروين كيفن دي بروين كاد يفعلها على رياض مرة ثانية، حاول يمر رياض والتوزيعة في القائمة الثانية رياض خطير، فودين خلف، فودين راح فودين غير محدود تماما، فودان اليوين دي بروين فودان ولا لا رائعه من فودان ولا لا بابا 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 جول ماركو رويس يعدل النتيجه لدورتموند في الدقيقه 84 ويسجل اول اهدافه في دوري الابطال، كره دي بروين باليسرى كره ممتازه قائمه ثاني غوندوغان وفودان وجول فودان وجول في نهاية المطاف بعد أربعة فرص سجل واحدة فودان.